في مره من المرات انت وخويك السياره وبيك تعلم ايش السالفه والصار عبد بالله من الشيطان رجل قلنا لكم الفقره بسيطه اشقاء اخوان جالسين لا تتوقع اي سؤال ممكن اجيبه لك ضاقت الاسئله حس جاوب استغفر الله العظيم وجاوب صح القصه عندي في السي في هذا مره كنا طالعين انا واحد من العيال كنا طالعين مره انا واحد من العيال حلو كنا تقريبا مو مسرعين والله هاك السرعه لكن اعتراض انها تسلب بالطريق فلفينا عنه وصدمناه صدمناه على الخفيف وقلبنا قلب الموتر والله كنت اشوف الموقف قدامي قلبنا فالموتر قاعد على التندة من قوة الموقف انه قمنا نضحك نزلنا من الموتر نضحك ونصور سناب قاعد اطقطق عليه ويطقطق علي بس ما كنتوا مسرعين الحمد لله لا ما كنا مسرعين هاك السرعة 100-110 فالسرعة كانت اصلا 120 احنا ما وصلنا السرعة القانونية لحدنا لكن على لفة الموتر بسرعة قلبنا اللهم لك الحمد سلمنا استغفر الله محمد مرة من المرات كنت انت في نادي حلو طلعت من النادي وقابلت